السلام عليكم. صلى على الحبيب. تمام. شاكر لكم لإتاحة الفرصة. بس في حاجات بسيطة كده نتكلم فيها. هي أول حاجة الشيخ بيتكلم إنه هو يعني ما تابعين لحزب، ما عندنا جهة، ما عندنا تفاصيل زي دي. تمام. وطارح نفسه إنه هو داعي للدين الإسلامي. تمام. الناس، الدين الإسلامي حاجة كبيرة شديد. يعني أنت الليلة لما تتكلم عن رأي فقهي واحد وتحشد الناس كلها في إنه الرأي الفقهي المعني ده هو الصح، باقي الآراء الفقهية دي أنت شايف الناس ذات المفروض ماشي بيها، أنت إذن قاعد تدعو الناس لفهم معين، لرأي فقهي معين دار تلزم الناس به. إذا أنت ما قاعد تدعو للإسلام كله، أنت قاعد تدعو لرأي فقهي معين إذا كان بفهم السلف. تمام. لأنه الفهم حاجة ما ثابتة، الفهم متغير. ما ممكن زول في قبل 4000 سنة فهمه يكون زي زول هسه في وضع كل الحاجات الكثيرة دي. تمام. النقطة الثانية المهمة جدا، الناس هي ما قادرة تفرزها، هو بيتكلم لك عن انه نحن الكتاب والسنة. تمام. الناس العلماء اختلفوا في السنة ذات. تمام. السنة نوعين يا شباب، انا حوريكم، انا حقول الكلام العارف وبعدين الناس هنا ابردوا بس. اي قدرت تفيشني يعني ادخل ليها طاقة ادخليها. يا اخواننا ما توتروا عشان نقدر دي ما حلقة بتاعت علم عشان نفيد ونستفيد. اي تمام. يا اخواننا السنة دي المعارفة، السنة سنة الغولية والفعلية. تمام. الحديث ده بالمناسبة حاجة مغيرة للسنة عشان ما يقعد الزول يمسك الحديث. العلماء برضو اختلفوا في ان هل هي سنة، الحديث ذاتها هي سنة ولا ما سنة. في سنة غولية وفي سنة فعلية. السنة الفعلية هي السنة المتواترة من زمن الرسول لما حس اللي بيعرفها منه، بيعرفها العالم وبيعرفها الزول البسيط. الصلاة الحاجة دي كعبة، الحاجة دي كويسة، تفاصيل زي دي السنة الفعلية العمل الرسول والناس متواترة لما نحس. تمام. تاني السنة الغولية اللي هي رسول صلى الله، تقدر تقول الأحاديث القدسية. تمام. تاني في حاجة الأحاديث. الأحاديث دي يا شباب الرسول صلى الله عليه وسلم يتوفى 11 هجرية. تمام. أول زول فكر إنه يجمع الأحاديث من رؤوس الناس اللي هي أي زول سمع كلام عن الرسول كان عمر بن عبد العزيز سنة 99 هجرية. في كم سنة هسه من 11 ل 99 هجرية؟ هل تعلم الناس اللي كانوا قاعدين مع الرسول يمكن في نفرين ولا ثلاثة منهم بس كانوا قاعدين؟ عشان كده الأحاديث فيها لغو كثير. تمام. محتاجة ضبط. الحديث دي كده السنة نوعين. تمام. الناس عشان شنو تكون واضحة، يعني انت لما دار تدعو للإسلام تدعو كل الآراء الفقهية عن الإسلام عشان الإنسان الإسلام ذاته فيه يعني يسر. لما تحسد حبوب خليني اتكلم يا عديك اطلع بس. خلاص يا شباب لو كفاية انا باخدته بس كفاية. خلاص اختصر. اي انت قل لي زمنك انت طوالي بديك المايك والله ولا دقيقة، لانه انا بالنسبة لي لو ترد ما ترد ده ما يعني. عرفت؟ اي خلاص عشان نمشي قدام. النقطة اللي بعدها المهمة شديد. الشيخ ذكر في حرية الاعتقاد انه الحاجة دي ما موجودة، وربنا سبحانه وتعالى بالآيات ذكرها انه هو ما كفل حرية الاعتقاد وكذا. تمام. الآيات الذكرة كلها بتتكلم عن انه ربنا بعدين ما حيقبل منك بعدين، يعني انت لو قلت كفرت بربنا او اي حاجة لما تجي هناك انت خاسر عند ربنا سبحانه وتعالى. لكن في الدنيا هنا في الدنيا ما حدد عقوبة ولا يتكلم عن انه ذاته المفروض الزول الفلاني لو غير عقيدته اقتله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. آية واضحة. تمام. آية واضحة إنه في الدنيا دي
تكفر تنطط تسوي، ربنا ده وراك هتجيني بالاسلام بقبل منك، ما تجيني بالاسلام ما حاقبل منك. لكن ما قال لك من هناك. لو دار تعتقد حاجه ثانيه المفروض ما تعتقد الكلام ده. ما في ايه تتكلم عنه وهو حيمشي لوين؟ حيمشي للحديث. قبل وضحنا الحديث هو شنو عشان الناس تفرز، لانه اكثر الخم شوف الخلافات كلها اي حكم اي تفاصيل هو بيسند لها بالحديث. الايه دي ما في مساحه كثيره انه يجيب من القران، ما في تمام. حتى يتكلم حتى مثلا قال الزواج كفل لك اربعه تمام. يا اخواننا العلماء بالمناسبه تفسير اربعه ده اختلفوا فيه اختلاف واسع شديد. هو ليه ما يذكر الكلام ده؟ معناها هو قاعد يذكر الاربعه عشان الاربعه ده هو متبنيم، لكن في خلاف. يعني ليه انتم ما تبقوا مثلا زي الامام مالك راي، بما انه هو راي فقهي يا اخي والله ممكن يكون صح ويمكن يكون خطا، قولوا كده والله تكونوا ناس محترمين، لكن ما تقولوا بس ده الصح. حسه ايضا نوضح الخلاف، نوضح الخلاف ايات بتاع تعدد الزوجات يا شباب. الموضوع ده ثلاث ايات تمام. الناس ممكن تساعدنا بقراءة الايه. الايه بتتكلم ما حافظ يا اخواننا، دي مشكله ما حافظ. اي انا هقولها هذكرها اخواننا. نبرد انا هذكر الايات، الناس تصلح ما مشكله، احنا دايرين نتعلم ونستفيد تمام. اها الايه بتقول يا اخواننا دقيقه عشان نقدر نصل لحاجه يا شباب نقول كلامنا. اي يا اخواننا الايه بتاعت مسنة وثلاث مسنة، ممكن واحد يقرا لي هنا، ممكن يقرا مسنة وثلاث روح. خلاص انا بقول لكم نوضح الاختلاف يا شباب يا اخواننا. دي ما نقطه خطيره الناس تيق فيها كده، ابرد تمام. ربنا سبحانه وتعالى قال مسنة وثلاث وربع، يعني انه الايه دي كده مسنة وثلاث وربع تمام. ايوه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مسنة وثلاث وربع، والايه اللي هي طوالي بعدها ايوه وان خفتم الا تعدلوا فواحده تمام. في ايه ثانيه بتقول ولن تعدلوا وان حرصتم. ثلاث ايات دي هي تتكلم عن تعدد الزوجات، اختلفوا فيها العلماء تمام. مسنة وثلاث وربع دي الناس قالوا العلماء، جزء من العلماء قال انه يا اخي ها واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام. في رأي ثاني قال لا القرآن بصريح العبارة قاعد يقول لك انه تتزوج واحدة تمام. كيف الكلام ده؟ قال وإن خفتم ألا تعدلوا فمسنة فخفتم ألا تعدلوا واحدة، وهناك قال لك ولن تعدلوا وإن حرصتم. كلام ده واضح، أنت لو خفت ما تعدل قال لك هناك تتزوج أربعة، وهناك قال لك انه انت ما هتعدل لو كنت حريص تمام. برضه في كلام هنا بانه العدل هو عدل القلب ولا وما هو عدل انه انا بقدر بعدل فيه ماديا مثلا بدي دي كده وبدي دي كده لكن القلبي ما املكه كده. لا في انا شايف هنا ذاته في، لانه انت لما كده نفترض انت دار تمارس الجنس مع زوجتك، في واحده بتحبها هتمارس معاها الجنس باستمتاع، ديك ما هتمارس معاها باستمتاع، اذا انت في عدم عدل هنا تمام. الآية تكلمت عن الموضوع ده عشان ما انت بعدين برضو تودي العدل في جانب، يعني تأويلك للعدل يكون في جانب المادي. نحن بالنسبة لنا العدل ده مادي روحي، أي حاجة لازم تكون عادل، ما في حاجة أنا بعدل في ده وما أقدر أعدل في ده تمام. نمشي قدام هنا أربعة، الذكر حسر رأيين، في أربعة وفي رأي واحد. في ناس فسروا الأربعة بأنه تسعة. علم الناس ترجع يا شباب ترجع، أنا ما ممكن نقعد نذكر هنا نقول تمام؟ ماشيين قدام. أي تمام؟ واصل يا شيخ ولا خلاص؟ ها؟ دقيقة كده اختصر كلامك كده وجيبه. دقيقة واحدة؟ كويس، خلاص تمام ما في مشكلة. تمام؟ يتكلم عن إنه زي ما وضحنا، في واحدة، في أربعة، في مسنة. بيتكلم عن الشيعة الاثنى عشر برضو بيتكلم عن انه مسنة معناها اثنين، ثلاثة معناها كده. المهم يجي معك تسعة، لما تقول مسنة معناها اثنين، ثلاث معناها ثلاثة، ربع معناها أربعة، تسعة. في ناس مشوا أبعد من كده قالوا مسنة معناها اثنين اثنين، أربعة ثلاثة ثلاثة، ستة
تمام؟ دي آراء علماء يا شباب، عشان احنا بس دايرين نفرز بين الرأي بتاع الفقهاء والنص القرآني. النص القرآني ده محتمل، تمام؟ محتمل التأويل، الناس تفهموا، هم واضحين قالوا إن هم بيفهموا بفهم معين، تمام؟ والسلف بعدين ذات السلف ده أنا بالنسبة لي ما واضح، لأنه السلف أنتوا يا تسلف قاعد تتكلم عنه، يعني مثلا ابن القيم هل من السلف؟ تمام؟ السلف ده الكتار حددوا لنا يا تسلف، وهل السلف ذاته عشان هم فهموا كده نحن المفروض نفهم كده؟ طيب لو أنا مشيت بفهم السلف، أنا شخصيا ما مشيت بفهمه، رغم إنه أنا عندي ربنا قال الاجتهاد لك أجر في الاجتهاد، لك أجران، إن اجتهدت إن أصبت ولك أجر وإن لم تصب. شكرا لكم. طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الطلبة والإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة، الأخ المناقش يعني مستواه مستوى تعبان جدا، آخر كلمة قالها آخر كلمة قالها وختم بها، قال ربنا قال تجتهد، قال اجتهد وإذا أصبت لك أجرين وإذا أخطأت لك أجر واحد. طبعا ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ده زي بتاع المريخ ده، قال شنو؟ آه، قال كما قال تعالى العارف عز مستريح. فأنا أتعجب والله أشد العجب إنه زول آية واحدة، آية واحدة ما حافظها في مخه ده، ومن ما جاء ده يذكر الآيات، قال يا جماعة يلا شيلين شيلين يلا وروني. ورغم ده كله رغم ده كله قال ده يفسر القرآن. يا جماعة براحة كده براحة، انت حاجة ما عارفها حمراء بيضاء خضراء، ولا في مخك ده ما في ولا آية قاعدة جوا غايته حسب القريته، دار تفسره كيف؟ وكمان دار يغالط يغالط في تفسير السلف. السلف ديل الصحابة والتابعين وتابعيهم، كما روى البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وديل التابعين ثم الذين يلونهم. بعدين إذا اجتهدت لك أجرين وإذا وصبت لك أجرين وإذا اجتهدت وأخطأت لك أجر واحد، عرفنا إنه ده حديث شنو يا جماعة؟ نبوي. والزول ده قبل في بداية كلامه قال الأحاديث دي يا جماعة فيها لغط كثير، قال ده ما حديث نبوي، وده زي فيه لغوي كثير قال الأحاديث، وهسه جاب حديث شنو يا جماعة؟ حديث نبوي، لكن هو قايله دي آية. المهم مشي حالك مشي حالك يا ده المستوى بتاع العلمانيين بالمناسبة. زي ده انت عارف بيذكرني منو؟ بيذكرني علي بلدو، والله والله العظيم علي بلدو ده ما حرية وتغيير التقال شنو؟ علي بلدو قال دايرين قال لواط في البلد دي. انا ما عارف هل مشكلة السودان انه ينشر اللواط بعد ذاك المشكلة بتتحلى؟ قال لا، لكن طبعا قال داري يدلعوا، قال يدلعوا قال يسميه المثليين اسمه لواط. عرفت كلامي علي بلدو؟ معلش انت ذكرتني يعني من باب الشيء بشيء يذكر يعني ما في حال. طيب المهم الواد قال في آية بتقول مثنى وثلاث ورباع، ما في مثنى دي، ما في في آية لقيتكم مثنى ما في، لكن الآية نحن عندنا خلوة في شرق النيل فيها عصيدة بالدغمة وفيها ملاح تقلية، تعالي نحلق لك صلعة نحفظك القرآن تحفظ أول وبعد ذاك تفهمه عشان تجي تشرحه للطلبة. أنت لسه ما بتميز بين الحديث وبين القرآن، وجاي تعترض على القرآن، وده أول مرة أسمعه. قال مثنى وثلاث ورباع، وقال في آية ثانية قالت ولن تعدلوا ولو حرصتم، برضو ما في والله آيتين زي ديل ما في في كل القرآن ما في.
تحداك وتحدى علي بلده كلهم، ما في آيتين زي ده في القرآن يا أخي. ربنا سبحانه وتعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا، ربنا سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، ما مثنى، كرر ثلاث مرات تقريبا مثنى، ما في، معلش زول داري لعب القرآن ده والله ننجمك هنا، شفت نجام، عرفت كلامي، ننجمك هنا تحصل لك حاجات والله بمبرس ما يحلك، عرفت كلامي انت. طيب ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 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 وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. طيب الآية دي يعني شنو؟ الزول ده قال العلماء عندهم ثلاثة تفاسير للعدد بتاع التعدد، قال العدد، قال في علماء قالوا مثنى وثلاث كده طبعا خمسة، ورباع أربعة زائد خمسة تسعة، الجماعة كورك والطلبة قال لهم في علماء في علماء، لك الضعف. أنت عارف ده منو اللي قال كده؟ ما علماء، ده الخميني، الخميني ده ما مسلم، ده الخميني هيكتب شيعي، ده ما مسلم الخميني. الخميني عنده كتاب الحكومة الإسلامية، وعنده كتاب فصل الخطاب في إثبات، في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب يعني القرآن، عنده كتاب التبرسي وكلهم بيشجعون ناس الخميني وغيرهم، قالوا إنه القرآن بتاعنا ده محرف. وأيضا في كتاب أصول كافي للكليني الجزء الأول الصفحة 55 ده بتاع الكليني اللي بيرجعوا له ناس الخميني وكلهم، ده أعظم كتاب للشيعة، قال وإن عندنا لمصحف فاطمة وما يدريك ما مصحف فاطمة، مصحف فيه مثل قرآنكم الذي عند المسلمين خمس مرات، ووالله ليس فيه حرف واحد من قرآنكم. شيعة ديل دين براو وقرآن براو، ديل اللي قالوا تسعة جاي تغش الطلب وتقول لهم علم علماء، لا ديل كفرة كفرة ما علماء، ديل الشيعة ده واحد. اثنين قال في تفسير ثاني، التفسير الثاني قال ناخذ الآية دي مثنى وثلاثة ورباع مع الآية الثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، قال في علماء قالوا معناته ما يجوز يتزوج أكثر من واحدة. الطلبة اعترضوا قال لهم علماء علماء، لا دي فاطمة أحمد إبراهيم والله في الجريدة بتاعت جريدة ألوان في صفحة ثلاثة تقريبا، أنت قريته من هناك أو نقلوا لك واحد شيوعي، عرفته؟ هي اللي قالت إنه ما يجوز يتزوجوا فوق واحدة لأنه مرة في النهاية، زي جابوا كوزة قبل كده، ما الشيوعيين براهم مجرمة، جابوا كوزة شيما مين كده الغبشاوي ولا مين سجم رماد، المهم جابوا زمان في زمن الكيزان في التلفزيون، الله لا يردهم، قالوا لها رأيك شنو في التعدد يا دكتورة؟ قالت بري ما بدوره، أول مرة نلقى فتوى تبدأ ببري، والله العظيم بري، وده اللي أنا جايب الكلام ده، فتاوى النساوي الناس بري، جاي يقول علماء علماء، منو من العلماء؟ نتحداك السعدي ونديك جائزة كمان واثنين كيلو باسطة ونصرة اللبن، تحداك ده ما علماء يا ناس، دي مين كده غبشاوي وفاطمة أحمد إبراهيم هي اللي قالت الكلام ده. الآية ما قالت ما تعددوا، ربنا سبحانه وتعالى قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، بدأ باثنين يعني تقوم باثنين ده الأصل، وثلاثة ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني الأصل شنو يا جماعة؟ الأصل تقوم كده واثنين طوالي. أما الآية الثانية، الآية الثانية ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، دي فسر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن شن عرف الحمير بأكل الجنزبيل، الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما نقل ابن كثير في التفسير أو غيره في التفسير حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو الميل القلبي، ولعله روي أيضا عن ابن عباس، والجماع
ده ربنا قال لك ده أنا عفيتك منه. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ده موضوع الآية. ربنا قال الحب القلب الجوة ده والجماع وهذه الأشياء، الله عالم إنه الرجل مهما كان عادل في العدل المطلوب من الرجل شرعا والواجب عليه شرعا ما حيقدر يعدل في الحتات دي، الحب القلبي وشنو يا جماعة؟ والميل القلبي والحب والجماع. فربنا قال لي عفيتك من العدل، من العدل في الجماع والعدل في شنو؟ الميل القلبي والحب وهذه الأشياء. فكون ربنا عفاك من العدل فيما لا تستطيعه ده فيه حس على التعدد ولا منع على التعدد؟ حس. ولو أخذنا القاعدة بتاعتك دي، القاعدة دي قاعدة غريبة وانت ذاتك ما بتقدر تلتزم معنا للنهاية بالمناسبة، بس كده بالراحة فكر معنا بالراحة، كونه انه العدل ده يا يكون في كل حاجة حتى الحب الجوة في القلب، ولا نخلي التعدد. القاعدة دي ناخدها طوالي معانا. في زول ولد 5 أولاد بحبهم كلهم سوا ولا عنده حب زايد لبعضهم؟ بيحصل ولا ما بيحصل؟ خلاص إذا ما يلد، ما يلد وإلا يعدل في الحب. يا ناس الشج والقلب والجو النفس ده عموما ربنا عفاك عنه ما لم تتكلم أو تعمل به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما حدثت به أنفسها ده جوه ما لم تعمل أو شنو يا جماعة؟ أو تتكلم. بعدين النبي عليه الصلاة والسلام يزوج 9، أحد كيف خالف الآية يعني؟ الصحابة كلهم كانوا معددين بالمناسبة كلهم. عبد الله بن عباس في صحيح البخاري قال لتلميذه سعيد بن جبير، قال له تزوجت يا سعيد؟ قال لا. قال تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. قال العلماء ومعناه كما نقل ابن حجر، إذا استوى 2 رجلان مسلمان في التقوى والإيمان وكان لهذا زوجة ولهذا زوجتان هذا يفوقه في التقوى والإيمان. ليه؟ لأنه عنده زيادة إحسان وزيادة عفة. لكن إذا استوى في شنو يا جماعة؟ في التقوى شنو؟ والإيمان. فأنا ما أعرف العلمانين بيستفيدوا شنو يعني لما يحرموا التعدد، وتلقاهم متناقضين. يحرموا التعدد بل حلال الشرع وربنا، يقول لك لا لابد يكون عندك شنو؟ هاي صاحبات، وبيسموه شنو؟ المهم عندك صاحبات، صاحبات في سنة أولى عنده 2 يقول لك ده البرلومات ظريفات، وفي سنة ثالثة عنده، في سنة رابعة عنده، بل حرام يبيعوا ويشجعوا. يقول لك ده حرية المرأة، حرية الجنس، حرية شخصية. عرفت كلامي؟ لكن الشرع ربنا من السماء دارين يحاربوا العلمانيين ونحن ما بنخليكم. عرفت كلامي؟ اي مش لو الركن محله قطع، الهوى ذاته لو قطع تلقانا قاعدين هنا شغالين. وطبعا دي الحريه بتاعت العلمانيين، حريه وسلام، دي الحريه، حريه كده انه يخلوا الشغل ده ما يمشي، شغل ده بمشي رب العالمين. ان قادرين العلمانيين والشيوعيين يحاربوا رب العالمين اللي يجربوا، ايوه اللي يبرزوا يقدر يحاربوا رب العالمين. ما بتقدر الشغل ده ماشي يا اخي. قبل ايام غمنا محاضره خطر الحاد على الشباب، رد على الشيوعيين والعلمانيين والعواليك والجمهوريين. جماعه جابوا لي امر قبضي جوا قاعه الصداقه اثناء المحاضره، ودوني وقلنا لهم بس ننتهي من المحاضره. مشيت بيتها في الحراسه ليله ظريفه كلها بعوض. العمل منو؟ عملوا العلمانيين عشان يوقفوا الشغل ده. الجماعه ده الكذابين ما عندهم حريه يا ناس، والله كذابين. كل العلمانيين والشفاته والقحاته والشيوعيين والجمهوريين، الحريه دي شعار كذب. زي ما الكيزان رفعوا شعار الشريعه الاسلاميه كذب، كذلك الشيوعيين والعلمانيين وقعد دي اكذب الناس، اكذب الناس. عرفت كلامي؟ لكن بفضل الله عز وجل نحن مبسوطين جدا. ليه؟ لانه ربنا فتح لنا باب بتاع جهاد بالحجه وبالعلم عشان نكشفكم للناس بفضل الله عز وجل.
والشغل ده يومي ماشي بفضل الله جل وعلا، ماشي قدام بفضل الله جل وعلا. بعد ده قال فهم السلف وما فهم السلف، قال ما ممكن تجيب لي قال فهم قبل كم ألف سنة أو 1400 سنة ودار تفهم بين ليلة. طيب خليناه بس فهمك ده هسي فهموا درايكم فيه شنو يا طلبة؟ ما بعد شوف الطلبة ديل كلهم الآن معترضين عليك، وبعدين اللي بيعترضوا من قبل بكوركو ديل الطلاب ليه؟ لأنه ديل ناس مسلمين وواعين وفاهمين، هم اللي بيجوا يردوا عليك. نحن زمان كنا بنجي نرد على الشيوعيين والعلمانيين ونبحث الكتب والمراجع نجي نرد على الجماعة ديل، الآن الطلبة براهم قبل ما نخش نرد بيكون نجدوا زول وجغموا وردوا عليه بفضل الله عز وجل. عشان كده اتزادكم الناس الشيوخ ديل، ما في طالب يرد من برة توقفه خليه يرد يمارس حريته إن شاء الله، رد طوالي على العلمانين ديل. طيب قال العلماء اختلفوا في السنة، دي كمان جاب حامضة زي ما قالوا، قال اختلفوا في السنة والعلماء قال اختلفوا في الحديث، هل هو سنة ولا ما سنة؟ الحديث ذاته منو ديل؟ منو؟ انت قاعد تقرأ وين؟ الكلام ده بيجيبه من وين؟ يا ناس إذا ما كان الحديث جايك للقولية والفعلية، لكن ده النقطة الأولى، إذا ما كان الحديث سنة، الحديث ده كلام الرسول يا جماعة. والعلماء لما عرفوا السنة قالوا هي كل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول. القول ده شنو؟ ده ما الحديث، الحديث ما بيكون بالقول باللسان، انت قاعد تقول بوين؟ القول ده ما باللسان يا جماعة. أول حاجة قال من قول، أول شيء، أو فعل أو تقرير، وبعضهم زاد أو وصف خلقي أو خلقي. ده موضوع شنو يا جماعة؟ موضوع السنة. قال مش قال اختلفوا الحديث سنة ولا ما سنة؟ ثاني قال السنة نوعين، في فعلية وفي قولية. طيب القولية دي ما الحديث ذاته، انت قبل قلت اختلفوا فيه، ثاني جاي تقول السنة نوعين؟ قال في سنة قولية وسنة فعلية. قال سنة قولية تقدر تقول زي الأحاديث القدسية، طبعا ما اسم القدسية، اسم القدسية ما القدسية، ده غلط ذاته في اللغة. أنا أنت لا قاري اللغة لا قاري الدين، لا أنت جاي من وين ذاته؟ أزول ده ساكن هنا؟ المهم قال زي الأحاديث القدسية، قال سنة قولية تقدر تقول زي الأحاديث القدسية، وطبعا ده خطأ، لأنه يا جماعة السنة القولية دي كل كلام قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل قول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه أو قال رسول قال الله عز وجل، كله يدخل في القول يا جماعة، مش الأحاديث القدسية برا. طيب قال الأحاديث فيها لغط كثير ودي ردين عليه، قال حرية الاعتقاد، قال لأنه ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب الآية دي ما بتدل على حرية الاعتقاد، حرية الاعتقاد يعني شنو يا طلاب؟ حرية الاعتقاد دي بيقولوا بها العلمانيين كلهم ومعهم الجمهوريين ناس القراي ذاك وغيرهم والشيوعيين والبعثيين والحركة الشعبية، وللأسف بيقولوا الإخوان المسلمين ذاتهم الكيزان يعني، وبيقول طارق السويدان الفاشل ده الإخواني، وبيقول عبد الحي يوسف في كتابه الاستبداد السياسي والددو، كل الإخوان المسلمين بيقولوا الكلام ده. يعني شنو حرية الاعتقاد؟ كده أول حاجة، حرية الاعتقاد قالوا معناها إنه ربنا أباح لك تعتقد ما تشاء وتدين بالدين الذي تشاء. عشان كده طارق السويدان الضال المضل قال أنا ما عندي مشكلة قال أن تعبد أن تتدين بالدين الذي تراه وأن تعبد الرب الذي تراه، تعبد بوزة تعبد صنم تعبد كيف، قال ما في مشكلة دي حرية الاعتقاد. طيب هل ربنا أباح وجوز للناس إنهم يعبدوا غيره، يعبدوا بوزة يعبدوا صنم؟ نشوف القرآن والسنة، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. قال ابن عباس
معنى يعبدون أي يوحدون. فربنا خلق الخلق عشان يعبدوا براو، ما يعبدوا غيره، ولا يعتقدوا فيما يشاء أو يعتقدوا في غيره. ومن بنفس الغاية دي، لنفس الغاية دي، إنه الناس يوحدوا ربنا براو ويعبدوا براو، ربنا رسل الرسل. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ليه إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ما تعبد غيره، لا بوزة ولا تبقى نصراني ولا تبقى غيره. دي مسألة تتفرع منها مسألة، إنه النصارى، الناس بيقول لك مسيحيين دي النصارى، النصارى واليهود الموجودين الليلة كلهم كفر. ربنا قال كده: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وربنا قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كبه الله على وجهي في نار جهنم. عرفت كلامي؟ دي مسألة مهمة تعرفوها. إذا ما بيجوز لزول يقول أنا ربنا جوز لي أمرك من الإسلام أبقى نصراني، أو أمرك من الإسلام الحق وأبقى يهودي، أو أمرك من الإسلام وأبقى بوزي أعبد بوزة ولا صنم. ودي حرية الاعتقاد إنك تمرك من الإسلام. وقال الترابي، الترابي قال، قال ربنا قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا، قال يعني دخلوا مرقوا دخلوا مرقوا، ده الترابي. وده باطل، ده باطل، لأنه الآية دي بتتكلم عن المغفرة لهم. ربنا قال: لم يكن الله ليغفر لهم في ختام الآية ولا ليهديهم سبيلا، لكن ما بتتكلم على إنه يجوز لك تدخل الإسلام وتجي مارك، وتدخل وتجي مارك. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري ومسلم، حديث متفق على صحته. ما في مشكلة، أي هو حاول ينكره لكن ما قدر لأنه جاهل. تعال قل له الحديث ده ما صحيح، ضعيف، لأنه في إسناده حدثنا 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 في رجل يهم، رجل اختلط، الإسناد ده معضل، صحيح ولا ما صحيح؟ الإسناد ده فيه كذا، تعال ورينا بعلم. لكن تقول والله أما الحديث ذاك الحديث قالوا فيها لغو كثير، هل ده علم يا جماعة؟ ما علم، ده ما علم. تعال انقض لي بعلم، لا الليلة ما في زول قدر ينقض الحديث ده بعلم. حتى الترابي عاهل الحديث كده، قالوا لي يا أخي، قال لو طلع من بدل دينه فاقتلوه، وطبعا ما راضي بالكلام ده، ده يمرق ويدخل، عاين كده ما قدر ينقض بعلم، قال الحديث ده قصير، ما ممكن يقتل بني آدم بحديث قصير. والله والله زي ده يا جماعة. طيب لو أي حاجة قصيرة ما صحيحة، القرآن فيه آيات قصيرة ولا ما فيه؟ أه؟ فيه. ربنا قال ألف لام ميم، هذه آية قصيرة ولا ما ولا طويلة؟ أه؟ في سورة كاملة ثلاث آيات، سورة الكوثر ثلاث آيات، سورة العصر وغيرها من قصار المفصل، أي حاجة قصيرة يقولوا ما نافعة. فيا ناس ما علم، أنقدوا لنا بعلم، قول لي الحديث ده يعارض كذا، الحديث ده إسناد وكذا، عشان نتناقش بعد ذاك بعلم. مش تقعد تضحك من حديث النبي عليه الصلاة والسلام وتضحك من القرآن والسنة ودائر الناس يصدقوك، ما في زول بيصدقك. أقرأ، أمشي أقرأ، أمشي أكسر، وتعال بعد ذاك ناقش. طيب قال لا لا في في لسه، قال 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 شنو؟ ها؟ قال الله في الدنيا لو اسلمت لو ما اسلمت، اي قال الله في الدنيا لو اسلمت وما اسلمت قال بحاسبك هناك في حساب هنا برضه. تقول لك ما في كيف؟ من بدل دينه فاقتلوه، ده حساب هنا. ونتحداك تجي تنقد الحديث بعلم، بعلم، ولو داير مراجع من الدين عرفتها بعلم، ما بتقدر تنقده. ولا في احد على وجه الارض
يقدر ينقض الحديث ده بعلم اطلاقا ما في ولا لاقانا ونتحداه لو ده رجع يلاقينا ما بتقدر. عرفت كلامي؟ اما ما في ربنا ما بيحاسبك هنا، ربنا بيحاسبك هنا، ربنا حاسب ناس كتار هنا في سوره القلم. ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن اصحاب الجنه، صحيح ولا ما صحيح؟ في النهايه لما جنتهم اتحرقت واصبحت كالصريم، ربنا قال كذلك العذاب هنا، ولعذاب الاخره اكبر هناك بعدين لو كانوا يعلمون. ففي عذاب هنا وفي حدود بتقام هنا. ربنا قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ده عذاب هنا. عرفت كلامي؟ لأنه ربنا قال وليشهد عذابهما. سماه شنو؟ والجلد ده بكون وين، هناك ولا هنا؟ هنا. هنا ده وربنا سماه عذاب، قال وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قالك الله ما تنجروا لنا ساكت، فرصة مفتوحة.